وهذا سائل يقول: رجل يريد أن يتزوج امرأة ويتعارف عليها وزارها ويتعرف عليها وزارها في بيتها في غرفة خالية، ويبقى الباب مفتوحا مع وجود محارمها في البيت، هل يجوز هذا الفعل؟ لا، ما يجوز، يخلو بها وهو ما عقد عليها، ما يخلو بها، لابد يكون عندهم حضرة. ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم.